راديو مع معتز نعواش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكل بيتابعونا بيشاهدونا وبيسمعوا برنامج ساعة راديو على الهواء مباشرة، حلقة جديدة عبر قناتكم وشاشتكم قناة دار الإيمان الفضائية. جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. وفي هذا المساء الجميل الطيب المبارك، وإحنا مقبلين على ليلة الخميس وبعدها ليلة الجمعة والليالي إن شاء الله عز وجل، يعني هذه اليوم الخميس تحديدا يوم مبارك من السنة صيامه، يعني نستوصي خير، خاصة إحنا الآن في نهايات شهر رجب وبقينا على شهر شعبان، هو من بعد رمضان، رمضان عم بقرب على الأبواب، الله يبلغنا رمضان بإذن الله عز وجل، يعني سالمين معافين نستطيع فيه الصيام والقيام. نسأل الله دائما أن يعيننا في هذا المساء الطيب، نسأل الله أن نعيش الجنة في الدنيا قبل أن ندخلها في الآخرة. تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها باللؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. تغريدة اليوم نقرأها من الكتابات الدكتور عائض القرني، غرد وقال: اجعل لك محطات في الطريق ترتاح فيها وتهدأ، كل وكل الكون لمن خلقه وفوض أمرك إلى الله عز وجل، وانطلق بنشاط من بعد كل محطة تجد الأمن والسكينة والهدوء في حياتك. يا الله don't deprive me from beholding your beauty. شيء جميل حصل معك اليوم شاركونا فيه، واحنا بنحب بتعرفوا برنامج اللي بتابعوا دائما برنامج ساعة راديو، كل فترة نرجع نطرح نفس السؤال حتى نعيش الجمال ونعيش الأمل ونعيش التفاؤل ونعيش الأشياء الحلوة. حياتنا مليئة بالأشياء الجميلة يا جماعة، بس بدها شوية تركيز، بدها شوية انه الواحد يصفن فيها ويتخيل، انه هو مش تخيل، يتذكر الأشياء الجميلة اللي بتحصل معه حتى يعيش حياته بسعادة وهنا. شاركنا بشيء جميل حصل معك اليوم من خلال صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك، من خلال حسابنا على إنستغرام، من خلال إرسال رقم هاتفك لمن أحب أن يسمعنا صوته ويتصل بنا ويشارك هاتفيا في نهاية الحلقة. İşit Allah derdimi bu ahlarına, rahmeyle bağışla günahlarını, hayreyle hem akşam hem sabahlarını. Hasbi Rabbi canallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. قصتنا في يحكى أنا لليوم بتحكي لنا عن دكتور في إحدى الجامعات العالمية قبل الدكتور الطالب. حضر هذا الطالب محاضرة الرياضيات الأسبوعية اللي بيحضرها في جامعته وفي كليته، لكنه جلس في آخر القاعة وكان تعب جدا، فنام بهدوء
في قاع كرسيه. في نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب وهم عم يخرجوا من القاعة، نظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين رياضيتين، نقلهما بسرعة على دفتره وخرج من القاعة متجها إلى بيته. عندما عاد إلى البيت بدأ يفكر في حل هاتين المسألتين. كانت هاتين المسألتين صعبتين جدا، مسائل مش سهلة الحل، لكن هو كان في مرحلة متقدمة من الرياضيات ففكر وحاول أن يحلها في بيته، ما استطاع، ذهب إلى مكتبة الجامعة علّه يستطيع أن يجد الحل. أخذ المراجع اللازمة، بحث في هذه الكتب حتى استطاع أن يحل المسألة الأولى فقط خلال أسبوع. ثاني يوم هناك المحاضرة الثانية للرياضيات، طبعا بعد أسبوع كامل من البحث والتفكير ذهب إلى المحاضرة وهو كان ناقم بشدة على الدكتور اللي أعطاهم هذا الواجب الصعب واللي أول مرة بحياته بمر عليه هذه الصعوبة. في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله والمسلمين. نكمل. يحكى أن وفي محاضرة الرياضيات الثانية في الأسبوع التالي أتى لهذا الطالب للدكتور بعد أن انتهت المحاضرة. استغرب، في نفس المحاضرة الدكتور ما طلب الواجب، فذهب إليه بعد المحاضرة وقدم له الحل وأخبره أنه استغرق في حل المسألة الأولى أسبوع كامل، معتذر طبعا عن عدم حل المسألة الثانية حتى الآن. تعجب الدكتور وقال الطالب: لكني لم أعطيكم أي واجب في المحاضرة السابقة. لكنه حين رأى ما حله الطالب انصدم بشكل كبير وقال له: هاتين المسألتين ما هما إلا أمثلة كتبتها لكم في المحاضرة للمسائل التي يستحيل حلها في علم الرياضيات. تكون هذه القصة حقيقية، وأنا أظنها ممكن جدا تكون حقيقية، لأنه كثير من الأشياء اللي نظنها مستحيلة بجوز لو واحد فكر حقيقة بأنه هذا الشيء ممكن يقوم فيه ويعمله. في أشياء مستحيلة أكيد ما حدا بيحكي غير هيك، لكن قد تكون هذه القصة دافع لنا، دافع لكل واحد فينا. كثير أشياء نفكرها صعبة في حياته، لكن لو بنحكيها بلهجتنا العامية كنا، لو واحد حط عقله براسه، اللي بيحط عقله براسه بيعرف خلاص، زي ما بيحكوها بيركز على الشيء اللي انت بدك تعمله. خلي هدفك حقيقي، تخيل انك فعلا بدك تقوم بهذا الشيء. قديما كان بعض السلف يقول: لو ان مؤمنا هم بزوال جبل لازاله لاستطاع ان يزيله، يعني جبل او حتى حيطة قدامه. طبعا يمكن على أرض الواقع ما تشوف هذا الشيء أو ما تلمسه أو ما يستطيع أحد فينا، الإنسان الطبيعي بقدراته الطبيعية وحتى عقله وتغريقة تفكيره الطبيعية، أنه يوصل لهيك مرحلة. ولكن لما يقال مثل هيك أمثلة فهي تضرب لكل واحد فينا حتى يكون في عنده همة عالية. كثير من الأشياء اللي بنظنها إحنا صعبة في غيرنا بيفكرها سهلة وبيوصل لها. طب هو ليش أحسن مني؟ كم واحد فكر بموضوع الطيران مثلا قبل ما يجي واحد ويخترع الطائرة ويصير في طيارة عم بتطير؟ قبل هيك معقول من أيام العصر الحجري، من أيام سيدنا آدم لليوم، ما حدا فكر إنه لو نطير زي هذا العصافير اللي عم بتطير؟ إلا يمكن ملايين ناس فكرت، بس مين اللي طبق؟ واحد بالآخر، مش هيك؟ وقيسوها على كثير من الأمور. فخلينا على صعيدنا الشخصي، على صعيد الدراسة، على صعيد العمل، على صعيد الحياة الأسرية، على صعيد المجتمع اللي حواليك، حيك اللي انت ساكن فيه، جيرانك، مع بعض في أشياء كثيرة. حتى على صعيد العلاقات الاجتماعية معتقدين إنها صعبة، حتى واحد علاقته مع آخر يمكن تكون فيها مشكلة، لك مستحيل أرجع أحكي مع فلان. خلينا كلمة مستحيل نغيرها إلى كلمة ممكن، ونحاول ونجرب، نفشل مرة مرتين ثلاثة حتى بالآخر نوصل لنتيجة. ما وصلنا بنكون كسبنا شرف المحاولة. فيا ربي صن قلبي عن نزغة تريه الضلال ناقيا
الله يسعد مساكم دائما وابدا جمهورنا ومشاهدي قناه دار ايمان الفضائيه مستمعينا مستمعي برنامج ساعه راديو. يسعدنا الترحيب بهذه الحلقه من برنامج ساعه راديو بضيفنا الجميل من العراق. العراق الجميل، بلد الحضاره، بلد الجمال، بلد الناس الطيبه والراقيه بالتاكيد، الاستاذ عبد الله العبيدي المنشد والمقرئ. حياك الله عبد الله. حياك الله، وسهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين وبالمستمعين الاكارم. اسعدك الله، سعيدين فيك واهل العراق كلياتهم. الله يبارك فيك، حياكم الله. الله يكرمك. انا عرفت فيك المنشد والمقرئ، فلو خير عبد الله العبيدي بين منشد او مقرئ، ماذا يحب ان يسمى؟ مقرئ. مقرئ، نعم. ليه؟ لان هي قريبه عن القران اكثر، شرف القران اكيد. نعم، قال هم اهل الله وخاصته. جميل. قالوا قال ان لله اهلين، قالوا من يا رسول الله؟ قال هم اهل القران، اهل الله وخاصته. يا الله، الله يجعلنا يعني منهم. فتنسب للقران بالتاكيد شرف عظيم واجمل. لكن كبدايه بدات بالانشاد ام بقراءه القران؟ لا، بالقران الكريم بدات. بقراءه، نعم. القران، حدثنا عن بداياتك اكثر. يعني بداياتي قرات على شيخ القراء في الموصل، الشيخ علي حامد الرابي رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، والاستاذ جمال دحام. هذا في أي مرحلة عمرية؟ هذا كان عمري تقريبا 12 سنة. ما شاء الله. كنت تقرأ قراءة رسمية كإجازة يعني؟ نعم، ولا؟ نعم، على قراءة رواية حفص عن عاصم، وبعدها قرأت على شيخ القراء. تقرب المايك شوي بس عشان نسمعك بشكل أوضح. نعم. وبعدها قرأت على شيخ القراء، شيخ غانم أحمد مهدي الطائي وابنه. جميل. والدكتور عبد المالك، هذا في الموصل. وتحولت بعدها على علم القراءات. بعد ذلك درست علم المقامات، وبعدها قرأت على شيخ قراء غازي عنتاب، وشيخ قراء اسطنبول، ما شاء الله، وشيخ قراء الشام الشيخ كريم راجح، هلا لما نهل، وشيخ عموم مقارئ مصر. جميل. نعم. جميل، يعني كم عددهم تقريبا؟ عدد كبير ما شاء الله، والله الحمد لله. يعني لكن لما نسمع انه قرأت على الشيخ الفلاني، ايش يعني عشان توصلنا الفكرة؟ نعم، شوف، القرآن الكريم هو واحد، لكن المدارس القرآنية تختلف من مدينة إلى أخرى، فأنت من تنوع يعني عدة مدارس تكون قوة ضبطك لقراءة القرآن الكريم أقوى من غيرك، وبعض الأحيان تكون في البلاد الأخرى ارتفاع السند ما موجود في بلدك. نعم، فإحدى الإجازات التي عندي هي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 29 قارئ. أه. هذا رقم يعني من الأرقام القليلة يعتبر. نعم، هذا من على الأسانيد بالأرض حاليا. جميل. نعم، أنت رقمك 29 يعني، ولا بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 29؟ لا، أنا الثلاثون. ما شاء الله، جميل. طب لما نتحدث عن مدارس في القراءة، إحنا عم نحكي هاي فكرة المدارس. نعم. تختلف عن القراءات العشرة اللي بنسمع عنها؟ لا، شوف، هذا علم آخر. أه. هذا اسمه علم القراءات. نعم، لكن الأسلوب في المدارس، يعني احنا عندنا في تدريسنا القرآن الكريم في الموصل عندنا منهاج معين، مثلا في مصر منهاج آخر، هذا معنى اختلافات المدارس. مثلا حتى نقرب الصورة بشكل أوسع يعني لكل يشوفونها. في العراق يبدأ طالب العلم في متن البقرية في علم القراءات. نعم، في وبعد ذلك يبدأ بالشاطبية. في مصر وفي الشام مباشرة على الشاطبية وشروحها، هذا معنى يعني الاختلاف. بعض الأحيان احنا يعني شوية نركز بالعراق على القراءة التصويرية التفسيرية، بمعنى انه لما تقرأ تنقل السامع الى حدث القراءة. جميل. يعني بعض المدارس يعني يقول بس اهم الحفظ والضبط، هذا بس. لا، احنا نشترط في العراق على ضبط طريقة الأداء. نعم. والنغم هون بدخل فيها. نعم. نعم، النغم إذا كان خادما لأحكام التجويد. جميل. نعم. ممكن كي لا يكون يعني مخلا في القراءة. شوقتنا نسمع منك شيء يعني مع كل هالمدارس اللي أنت أخف منها. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الله يفتح عليك. اللهم آمين. الله يبارك فيك ويبارك على رواية السوسي عن أبي عمرو البصري أها. يقرأ فيها في بلاد السودان وفي حضر موت اليمن. ما شاء الله. نعم. أنت تقرأ بالقراءات العشرة كلها ولا؟ لا السبع. سبع قراءات. نعم. جميل ما شاء الله. بطريقة الشاطبية والتيسير. طب السؤال الأهم الآن يمكن يفيد كل اللي عم بيشوفونا. نعم. حتى الواحد يوصل للشيء اللي واصله ما شاء الله يعني أنت عبد الله. نعم. لازم يبلش بسن مبكر زي ما أنت بلش بسن 12 11 13. شوف إحنا. يعني واحد زي حالاتي ممكن يصير هيك يعني. نعم نعم أبدا واحد اللي يأس من العلم لكن. لما أنت تبدأ بهذه المرحلة العمرية راح يكون هناك ميران لعضلات النطق. جميل صحيح. فلما أنت تتعلم مثلا بعد 30 يعني راح تلاقي شوية صعوبة لكن أنت لما تتعلم ما أنت صغير قال التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فيعني أستاذ أبنائنا وأطفالنا إذا كانوا يستمعون لقراءة القرآن يعني في صغرهم تتعلم عضلات النطق على النطق السليم. جميل. للقرآن الكريم يعني. ونصيحة أنه أولياء الأمور يخلون أولادهم يستمعون للقراء المتقنين مثل الشيخ الحصري رحمه الله كي يكون هناك دربة على لعضلات النطق إلى يعني وصولا إلى الأداء العالي في القراءة. جميل. أنت أول سند أخذته في حياتك كم كان عمرك برضو 12 ولا أخذت أول سند؟ أول سند لا 17. أها. 17. احتجت 5 سنين يعني حتى توصلوا ولا شو المراحل اللي مريت فيها؟ إيه 5 سنوات ما بي وكان يعني أثناء القراءة شاركت في مسابقة قطرية على مستوى العراق حصلت بها الثاني على العراق ورجعت في حلقة التدريس وكنت آخر طالب. سبحان الله. يعني كان شيخ القراء عندنا لا يتساهل في منح الإجازة نهائيا لأن معنى الإجازة هي أن تكون قراءتك كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني هذه فلان عن فلان عن فلان هاي العنعنة إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم عن رب العزة تبارك وتعالى. فهذا السند يعني لا يتساهل
في يعني إعطائه. جميل. وإنه لشرف عظيم. الله. الله يبارك لك بهذا الشرف الحقيقي. الله يبارك فعلا. فيك. الله. نروح للنشيد. متى يعني بدأت تهوى النشيد؟ بعد ذلك بكثير أم بنفس الأثناء؟ شوف أنا يعني تربيت في أسرة علمية ومحبة للنغم. جميل. كان والدي رحمة الله عليه من أهل العلم والصلاح. وكنت أستمع إلى كبار المنشدين مثل الأستاذ حسن حفار. معروف. السوري. نعم. فتأثرت بي يعني ودرست المقامات من عمري 16 سنة تقريبا. ما شاء الله. المقامات وفروعها وأجناسها وانتقالاتها. مقامات لها علاقة بقراءة القرآن إذا نرجع شوي بس للقراءة. شوف هو ماكو شوف حتى الصوت البشري العادي هو مقام. جميل. صوت الباب لما ينسد هذا لو أخذنا هذا المقطع الصوتي مع إغلاق الباب هذا الزيق أخذنا هذا المقطع الصوتي وحررناه طلع جزء من مقام السيقا. يا سلام. فالصوت البشري أي صوت هو جنس مقام أو مقام. جميل. فأنت ما تقول يعني هذا له علاقة من هذا. فأنت لما تنطق بالقرآن الكريم أنت تنطق بمقام أصل الحديث أو جنس مقام. مقامات يعني. أو جنس مقام. جميل. جنس مقام حتى نكون بعبارة دقيقة يعني. جميل. نعم. تمام. نعم. انتابع بموضوع النشيد تعلمت المقامات عمرك 16 سنة. نعم 16 سنة. وبدأت أدرس في الموصل وفي كركوك وفي بغداد يعني دراسة هذا العلم تحديدا. نعم. نعم. جميل. نعم. شاركت بالأعمال الفنية الإنشادية كفرقة بشخصك. نعم. هل لك إنجازات خلينا نحكي إعلامية سابقة؟ نعم. في العراق ظهرت على مسارح النشاط. في اسطنبول كان هناك برنامج لقناة المجد الفضائية لمدة 90 يوم أظن. فكان عندي أعمال على مسرح قناة المجد الفضائية وكذلك عندي منظومات القرآن الكريم منظومة تحفة الأطفال ومنظومة المقدمة للإمام ابن الجزري سجلتها في صوتي. جميل. على يعني تسجيل نغمي. أه. ليش حتى طالب العلم يعني تكون عليه أسهل. حلو. لما تكون يعني يشوف عبارات القدامى صعبة فلما يشوف لما يسمع طالب العلم المنظومات هذه في نغمة تكون سهلة الحفظ عليه. هذه من وين ممكن نحصل عليها أو نسمعها؟ موجودة على الإنترنت؟ موجودة يعني على الإنترنت منها يعني الآن قيد الإنتاج. جميل. وإن شاء الله يعني بعد أيام لنا إن شاء الله عمل عن مدينتي مدينة الموصل الحدباء. ما شاء الله. يعني من كلمات الأستاذة وفاء الخالدي إن شاء الله وإن شاء الله لعلنا نسجلها عندكم. بنتشرف. الله. الله. الله يكرمك ويبارك فيك. النشيد بالنسبة لعبد الله يعني أكيد هو هواية جميلة ورسالة بالآخر. أي نعم. يعني خلينا نسمع شيء من الشيء اللي قدمه أو ما تحب أن تسمعنا. أسمعك من البردة. يا ريت. يا من يراد معيتا هلك الديامي من مقلتي وجسمي زائد السقام يا من يرى أدمعي تنهل كالديم من مقلتي وجسمي زائد السقام لا لا تعجبا لا تعجبن وإن أصبحت كالرمام ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم الله بالعراقي على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم
ولما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبي في السهم المصيء برمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني ختمت بلمسة عراقية. اي شوف، اللون العراقي يختلف عن الكلاسيكي. بديت بالكلاسيكي واللون العراقي شوية بشجن. اللون العراقي بشوفه بتأثر الأحداث، يعني شوف حتى الأنغام مالنا صارت مقام الصبا، الحجاز، يعني يعني مقامات ذات لون حزين. هذه سمة الفن والنشيد العراقي بشكل عام. بشكل عام نعم. حدثنا أكثر عن الألوان العراقية، يعني ما لما نحكي لون عراقي أو لون شامي أو لون، هل له علاقة مباشرة بموضوع المقامات والصبا وكذا، ولا ممكن يختلف؟ لا، اللون الشامي واللون المصري تلاحظ عليه أغلبه كلاسيك، يعني ما يقبل الحداثة. أما اللون الحجاز، يعني خلينا نقول الخليج والعراقي، يعني يقبل الحداثة. اللون العراقي برز بالشيء الحديث، قصد التطوير عليه والتغيير. نعم، يعني نعم. ما طرأ عليه أنه يكون بشيء من الشجن والحزن اللون العراقي. جميل. نتحدث أكثر عن الأشياء اللي عم بتحضر لها. قلت لنا عن عمل خاص بمدينة الموصل. نعم، إن شاء الله يعني الأيام القادمة هناك قصيدة راح تكون إن شاء الله، بس تجهز الكلمات، في طور كتابة الكلمات إن شاء الله للشاعرة وفاء الخالدي، وإن شاء الله نسجلها تكون إن شاء الله. فكرتها العامة كيف رايحة لل؟ والله شوف أنت، يعني الآن الأحداث بالموصل وفي الشام يعني مزرية جدا، وإن شاء الله نهدي لهم شيء يعني. يا رب، يعني جهد المقل زي ما قال الله يكون بالعون، وربنا يعينك إن شاء الله ويوفقك. ممكن نشوفك كليب ولا العمل مراد له فقط كصوت؟ صوت إن شاء الله. إن شاء الله ممكن نشوف عبد الله في كليبات، هو موجود لك في بعض الأعمال على اليوتيوب من لقاءات من فعاليات. إيه موجود على اليوتيوب، أناشيد رحمة القرآن، أناشيد من تلا القرآن نال الحسنات، يا حادث رويدا وانشد أمام الركب، قصائد عن الموصل. لكن ممكن ننتظر عبد الله مثلا بكليب قريب أو ألبوم حتى كامل، عمل فني متكامل لعبد الله؟ يعني إن شاء الله، وفي أولويات أخرى يعني أريد أجهز الختمة قرآنية بصراحة. جميل، إن شاء الله. وماشي فيها إن شاء الله، ننتظرها بشوق إن شاء الله. صوتكم جميل بصراحة، يعني يسمع وينطق ويكون في بيت كل واحد فينا إن شاء الله. ممكن نختم بمقطع بسيط هيك، إيش ممكن تسمعنا؟ شيء للموصل من نفس القصيدة الجديدة؟ لا لا لا، هذا من تراث الموصل. هذا هاي سبحان الله، القصيدة نظمت عام 1908 لشاعر موصلي في اسطنبول، كان طالبا في الكلية الشاهنية. يا أهل موصل ما قطعت مدامعي عنكم، وما زال الهيام بنينوى، قد خضت في لجج الغرام ببعدكم، وشقيت لكن غصن شوقي ما ذوى، وقد ألحني دهر الخؤون لأنثني عنكم، فما ضل الفؤاد وما غوى. يا ليت
فاتني واليوم موصل موصلا يا ليتني واليوم موصل موصلا فأرى البشائر والهناء بنينوى. آمين يا رب. اللهم آمين. الله يفرج عن الموصل وعن حلب وعن كل بلادنا وكل بلاد المسلمين إن شاء الله. الله يكرمك. القارئ والمنشد عبد الله العبيدي كل الشكر لك. الله يبارك فيك. أسعدتنا ونورتنا وشرفتنا. شرفنا فيك. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم ويبارك فيكم. ومشاهدينا خليكم معنا مستمرين معكم بفقرات ساعة راديو. وحشتي دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وأسامحك يا حسن هذا زلمة صار واصل يعني الله يهديك. طبعا تحيه لحبيبنا والرئيس قسم البرامج احمد عمقيه عم بيتابع معي اول باول يعني بتعرفه يعني الله يعطيك العافيه احمد. واحنا نسينا نرحب بفريق العمل ترى كل الشكر لفريق قناه دار الامان بشكل عام وفريق ساعه راديو بشكل خاص. مالك مالك صح مالك يعطيك العافيه مالك محمد السعدي بلال مصري وزياد سيف الله يعطيكم العافيه جمال وحسن يسعد مساكم. وطبعا مبارك لزميلنا عبد الله الخطيب اليوم جاء مولود اسمه عمر الله يبارك لك ان شاء الله بارك الله يعني لك بالمهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده يا ابو عمر. يا الله. نروح لفيسبوكياتنا ونبدأ. قبل أمس يا جماعة كان يعني ما يعرف بعيد جلاء عيد الجلاء في سوريا وهو تحديدا عيد جلاء المحتل الفرنسي. يعني طبعا معظم بلادنا للأسف المحتل طلع منها عسكريا لكن يعني خلى بعض الناس اللي تنوب عنه يعني موجودين فيش خلاف عليها. يعني ما لفتني على مواقع التواصل الاجتماعي سبحان الله حتى مع عيد الجلاء رجعت طلعت هاي الصور. صور انتشرت قبل حوالي 3 أشهر فعليا أو شهرين في سوريا يعني ومع أنه نظام عم بيحتفل النظام السوري عم بيحتفل بعيد جلاء المحتل الفرنسي لكن قبل شهرين بالضبط تقريبا أقل بشوية صغيرة عم بيوزع ورد على مش محتل أكيد هذا على الجنود الروس اللي موجودين داخل سوريا.
على موقع التواصل الاجتماعي أمس انتشرت بشكل كبير وواسع تحديدا في مصر وبشكل عام فيديو من إحدى محاكم مصر، محكمة فيها مجموعة من المتهمين. أحد هؤلاء المتهمين بإحدى القضايا لسه عم بيتحاكم، ففي قاعة المحكمة يعني المصريين عم بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، حتى المسجونين، مسجون سياسي طبعا. في قاعة المحكمة أعلن خطبة هذا المسجون على إحدى الفتيات المصريات وتم لبس الشبكة داخل القاعة. خلينا نشوف. على مواقع التواصل الاجتماعي صار ضجة واسعة وكبيرة تحديدا على فيسبوك وضد موقع فيسبوك بجزء منها هذه الضجة. الموضوع بدأ عندما بث أحد الأمريكيين فيديو لايف ستريم على صفحته على فيسبوك وهو عم بيقوم بجريمة قتل لأحد كبار السن في الشارع العام، وبثها مباشرة على الهواء على فيسبوك. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الموضوع، وشو الحالة اللي احنا وصلنا لها لدرجة انه مجرم عم بيعرض جريمته على الهواء مباشرة. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، طبعا احنا نعتذر عن بث الفيديو تحديدا مباشرة، لكن يعني هذه صورة المجرم على اليسار، والصورة اللي على اليمين اللي بتشوفوها هي يعني صورة مقطوعة من الفيديو. الفيديو لهلا للاسف موجود على كثير، طبعا بتعرفوا لما ينزل شيء خلص الناس عم تاخده، وصار موجود على يوتيوب وعلى فيسبوك. بين ما نستنكر على فيسبوك انه اصلا كيف يعني يتم عرض فيديو بهذا الشكل، ما يعني كيف بده يتم منعه، ما بعيدا عن هذه القصه، لكن اللي لفتني انه بعض حتى نبه لهذا الموضوع. تخيل تخيل تخيل، خلينا نتخيل انه هذا القاتل هذا المجرم مسلم، يا ترى كان مر على السريع هيك الموضوع برضه؟ هو طبعا في ضجه لحد الان، انه ما بحكي انه ما في ضجه، بس الضجه يعني عم بتصير بشكل يعني مش بدناش نقول خفيف شوي، بس لو كان مسلم ما الله المستعان، لكم أن تتخيلوا. المهم حنان مراد فتاة أبدعت بإبداع جميل، وهو تحويل الدمى إلى هوية، يعني تلبيس خلينا نحكي الهوية العربية والإسلامية للدمى الألعاب للأطفال. حنان مراد بهذا الفيديو الذي يروي قصتها وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن إعداد فريق السوشيال ميديا في قناة دار الإيمان. خلينا نتابع. وفرصة يعني نرحب ونشكر فريق السوشيال ميديا دائما اللي متابع على قناة دار الإيمان الفضائي بشكل عام، يعني على جهوده لساعة راديو برضو بشكل خاص. تحية من رئيس القسم إلى كل الفريق، بلاش ننسى حدا هلا، حدا يعتبر لنا، الله يعطيهم العافية جميعا. فيسبوكيتنا الأخيرة هالصورة اللي عم بتعطينا مقارنة يا جماعة الخير، ديروا بالكم الموضوع، السرعة العالية اللي مرات تتسبب بكوارث، مش مرات غالبا تتسبب بكوارث. بقول لك كل ما زادت السرعة بحسب هذه الدراسة والصورة اللي عم بتقرب هذه الفكرة، كل ما زادت السرعة ضاقت زاوية الرؤية. يعني لو كانت سرعتك 40 كيلومتر زي ما انتم شايفين اول يعني ممر على اليسار، بتلاقي كيف السائق ممكن يشوف قدامه. اذا صار ماشي ب 70 كيلومتر بالساعة راح تضيق عنده زاوية النظر. 100 كيلومتر شوفوا كيف ضاقت، و 130 كيلومتر لما يكون سريع جدا قديم الاشياء اللي موجودة حواليه فعليا لكنه ما راح يشوفها. فخلينا ندير بالنا نحذر من هذا الموضوع، لا قدر الله انه يكون واحد فينا سبب في كارثة تحصل لغيره او لا إله.
أما الدقائق الأخيرة من ساعة راديو فسنتركها للأشياء الجميلة اللي أنتم شاركتونا فيها وحصلت معكم اليوم. شاركنا شيء جميل حصل معك اليوم. إذا لسه ما شاركت فوت على صفحة قناة دار الإيمان أو على الفيسبوك أو على حسابنا على الإنستغرام واكتب لنا شو صار معك اليوم شيء جميل. وإذا حاب نتصل فيك ابعث لنا رقم تليفونك برسالة خاصة لصفحة قناة دار الإيمان حتى نسعد باستماع صوتك. تعليق زميلنا ميران أحمد. اليوم ميران فعلا ويعني فرحته يا جماعة شفتها أنا بعيني كمان. تفاجأ بأنه أحد زملائنا في القناة حسان، الله يعطيك العافية حسان. طبعا حسان زميل جديد يعني ما صلوش فترة طويلة في القناة، ميران أقدم منه، ولكن سمع ولفته أنه ميران كثير عم بيحكي عن دب الباندا وشافه بيكتب على الفيسبوك كثير عن هذا الموضوع، فاليوم جاب له هدية صباحا لعبة دمية هيك دب الباندا. فبيقول ميران في زميل اللي جاب لي هدية لا على البال ولا على الخاطر، مع أنه بيعرفني من فترة قصيرة، هذا دلالة على رقيه ونبله وترك فيني أثر وفرح جميل. الله يعطيك العافية ميران وتحية لحسان المبادر والمبدع. رميسة اليوم شوف كيف يا جماعة لما الشيء الجميل حصل معك اليوم مرات شيء جميل انت سويته. رميسة بتقول اليوم لقيت طفلة فاشترت لها شيء ساعدت كثير هي بهذا الشيء واخذت منها دعوات، والله شعرت بسعادة وانا اقدم لها هذا الشيء. الجمال مرات يكون مش مرات ترى غالبا الجمال يكون بانك انت تعمل شيء للاخرين مش حدا يعمل لك شيء. شوف كيف المثال يعني الان شفنا ميران كان شيء جميل له انه واحد عمل معه موقف جميل، وترى برضو اكيد حسان يمكن شعر بهذا الجمال اليوم. رميساء هي اللي عملت شيء لطفله فشعرت بجمال عظيم هيك وسعاده يمكن ما تتخيل ما نتصورها وما نتخيلها. لذلك كثير من السعاده في داخلنا بتكون من العطاء للاخرين اكثر من الأشياء اللي بنتلقاها من الناس. بسمة أمل يوم أخذت مبلغ من المال راتب يعني أعطينا تفصيل أكثر يا بسمة أمل. على كل مبارك إن شاء الله والله البارك لك فيه. آيات بتقول اليوم تصدقت بصدقة وهي حتى الآن أجمل حاجة حصلت في يومي، ويا رب اليوم يعدي على خير وما يبقاش فيه زعل. فاطمة بتقول اليوم بالذات ما حصل معي شيء جميل من الصبح ومزاجي مخربط، الله يستر من بكرة. يا فاطمة دوري مزبوط ترى إلا يكون في شيء جميل. ما في يعني كل لحظة في حياتنا إلا يكون فيها أو كل بلاش نحكي كل لحظة بين هيك بنكون يعني بنبالغ شوي، بس ما في يوم بمر على الواحد مستحيل يكون ما في شيء جميل إلا يكون وانت عم بتشاهدي بتتابع قناة دار الإيمان مثلا برنامج ساعات راديو سمعتي لك شيء هيك أسعدتك مثلا اعتبريها شيء جميل صار معك. خلينا نركز وناخذ الأشياء الإيجابية الجميلة ونركز عليها ترى بتغير من نفسيتنا وبتغير من حياتنا. دوري يا فاطمة وأنا هلا مستني إنك تعدلي المنشورة وتكتبي لنا تعليق ثاني يكون في شيء جميل حصل معك أنا متأكد إنه هتلاقي. شمس الدين مثلا بقول يوم أول يوم بنهض باكرا، ليه؟ لأنه معزوم. صحتين وعافية. يا سائلي عن سر توفيقي وعن بشري، يا سائلي عن بسمة طبعت على ثغري، كيف أعيش مرتاحا أجب يا قلب ما سري. محمد من المغرب بيقول مساءكم سعيد، كيف داير مزين الشيء الجميل اللي حصل معي اني استقت من النوم
وأنا فرحان. استقت يمكن صحيت أظن أو استيقظ من النوم. حياك الله يا محمد، ودائما الفرح يكون يعني في كل أوقاتك إن شاء الله. هبة في قريبة إلى أهلها اتصلت فيها بتطمن على صحتها، بتقول إني مريضة شوي، بكرة عندي عملية وكانت لفتة حلوة منها. الله يسر أمرك يا هبة، بتروحي وترجعي بالمستشفى بالسلام إن شاء الله، ومعافاية ومشافاية إن شاء الله، وألف لا بأس عليك، وبالعملية تكون سهلة خفيفة بإذن الله. لبنى شرتوني بتقول شيء جميل حصل معها، إنها استيقظت بكير وأنجزت أشياء كتير. الحب والإحساس من غير كلل فالدوام أساس، به أمضي وحتما لست أتوانى، بالغير عمري سوف يحيا بالإيثار يتفانى، أرجو ثباتا يا ربي وأرجو. هبة الرحمن بتقول ما شاء الله على الضيف الكريم، طبعا تحكي عن عبدالله العبيدي ضيفنا الجميل اللي كان معنا اليوم. بتقول ما حصل معي شيء مميز، ما بدنا شيء مميز، شيء جميل. ترى الشيء الجميل لما نفكر في أشياء تفاصيل صغيرة كانت جميلة بعدين، بس يعني لأنه تخيلناها جميلة وتذكرناها أنها فعلا جميلة بتصير مميزة. فخليك على الجمال بالأول يا هبة الرحمن، دوري على شيء اليوم حصل معك كان جميل وراح يكون مميز إن شاء الله. آية بتقول قربت الامتحانات ادعوا لنا. الله يسر أمرك يا آية. تعليقات كثيرة بنتمنى نقرأها كلياتها، لكن سامحونا اللي يعني بيفوتنا نقرأ تعليقه. محمد عبد الرحمن، نقرأ آخر تعليق أو آخر تعليقين خلينا. محمد عبد الرحمن بيقول رأيت أحد رؤيته تذكرني بالله. يا الله، ما 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 أكثر الجمال في هذا الشيء يا محمد. وعمر بيقول علمت أن الله أكرمني. جميل، بإيش ما حكى لنا عمر، لكن دائما يعني الله يبعد كرمه عنك يا عمر وعنا جميعا. قولوا أمين. بذلاً سأعطي أهتدي لحلول وأداوي روحي قلبي المعلول. نختم بهالكلمات اللي كتبتها الدكتورة كفاح أبو هنود على صفحتها على فيسبوك، قالت فيها تعلم من همة السلف تحت هذا العنوان. بتقول هذا ابن عون يصحبه أحدهم فيقول والله ما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة في لسانه، هؤلاء قوم وهبوا اليقظة نبضهم وقطعوا وريد الشيطان فيهم. يقول آخر، بتقول الدكتورة يقول آخر صاحبت الربيع بن خيثم 20 عاما فما سمعت منه كلمة عاب، حتى كأنهم مشهد تفرد في عشق الطهارة حتى أسدل بنقائه ستار على سعي الشيطان. بتقول الدكتورة لقد صحبوا اليقظة حتى انشقت عنهم العتمة، فكانوا يقولون لا يكن هم أحدكم كثرة العمل ولكن إحسانه وتزيينه لله، إذ قد يصلي العبد وهو يعصي الله. وكان بعضهم يقول لأن أدع الغيبة أحب إلي من كذا من الصلاة، ولأن أغض بصري أحب إلي من قيام الليل، إذ كانت اليقظة علمتهم أن الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. الله يبعد عنا وعنكم المعاصي دائما والذنوب، ويجعلنا من أهل العمل الصالح. نهاية ساعة راديو بكل الحب كما بدأنا معكم، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.